في حاجتين عن المجتمع، مجتمع الناس دي والناس دي كتير، ها، وهقول لكم دلوقتي نقطة مفصلية في المسألة، ومجتمعنا المدني الطبيعي بيخطئ أيضا. خلينا نبدأ بدول، بالطائرات دي. بصوا، اوعى تفتكر انه بس الموضوع عند الاخوان ومن حولهم ومظلومية 2013 وما بعدها في كل سنوات الارهاب انها مبنية انه هو متوارث هذا من الذي سبقه من ابيه او امه، او ان هم اسرة اخوانية. لا، في انضمامات جديدة، وفي وسائل سهلة جدا للانضمام، والتأثير على هؤلاء الشباب. الفكرة بقى هنا ايه؟ في الاهل، عشان كده نقسم مجتمعهم غير مجتمعنا، ودي حقيقة بالمناسبة. يعني في خلط كبير جدا، وده عايز برضو دور كبير من الاصلاحيين والناس اللي قلت عليهم، اللي يعني الادوار كلها غالبا يعني شكل بس، اللي هي المؤسسة الدينية، ان في خلط بين التدين وبين التيار ده. والخلط ده قديم كصورة مجتمعية، يعني قبل ما يظهروا على بقعة الضوء او تحت بقعة الضوء في 2012 و11 و13 فيتكشفوا لكتير من الناس، كان الناس دي هي وهم دول اللي انتخبوهم للأسف في 2012. قالوا يا عم دول كانوا بيشيطنوهم زمان. دي بقى اي عصر، لان هنا مش عصر الرئيس طبعا الا عصر السادات، يعني كانش حد بيشيطنهم خالص الا هو نفسه في الاخر لما اكتشف المفاجأة الكبرى. لكن دول معروفين من الاربعينات، عصر الملكية، عصر رئيس عبد الناصر خمسينات وستينات، وعصر حتى مبارك، وان كان المهادنة معهم كانت خطأ سياسي رهيب، لكن المجتمع وصل له ان انت بتشيطنهم، يعني هم كويسين وانت اللي بتدعي عليهم الكلام ده. ده الميراث كله الطويل اللي خلاهم في 2012 ناس مدنيين قاعدين يقفوا معاهم. طب ده ايه علاقة ده باللي انا بقوله؟ علاقته انه لحد الان، سيبكوا بقى من لعبة السياسة، انه الاهالي لما تلاقي ابنهم فجأة حالته اتغيرت، مش هقول لك حرم وحلل، لا لا لا، الهيئة العامة، هو لازم اولا وشه يصفر، فهمش ليه؟ تفهمش كأنه عيان، ما ينفعش يبقى متدين وكويس، يعني صحته كويسه، فلازم وشه يصفر ويسيب هذه الايه، مش عارف والله اقول ايه، على راي المتنبي من ايه، من الف سنه، قال أغاية الدين ان تحفوا شواربكم يا امه ضحكت من جهلها الامم. دي حقيقه. فقال لهم من زمان، من الف سنه، قال لهم انتوا هل الدين غايته تقصلي مش عارف ايه وتسيب مش عارف ايه؟ يا راجل شعر الدين بقى شعر. فالمهم ان الواد وشه بيصفر، وبعدين يطلع له حاجات غريبة وغير مهذبة، يعني انا ما عنديش مشكلة مع اللحية، بس غير يعني فاهم اللي هو لا يأخذ منها ابدا، هو اتعلم كده لا يأخذ منها، يعني حتى ما يرتبهاش كده يعني. والبنت كذلك تلبس ليس فقط فكرة الحجاب ان هم استخدموها سياسيا وده من زمان يعني، لا، تلاقيها بتلبس حجاب بشكل غريب كده شوية، كأنها ايه، مكسوفة انها اتخلقت اصلا. وبعدين شوية افكار على شوية انضمامات لصفح على شوية مواعيد غريبة، فكان فين كنت فين، يعني انا مش بكلمك عن اسرة اخوانية، بكلمك عن اسرة عادية. لكن المشكلة ان كل التغيرات دي الاب والام بيعتبروها جزء من التدين، فيتفاجئوا ان حمادة الصغير اللي هم دايما يطلعوا بعد كده يقولوا زي الاهالي اللي انتوا عارفينهم بتوع احكام الله يرحمه المستشار هشام بركات، انه ده ما كانش عندي غيره، ده جميل، ده كيوت، ده عظيم، ده دارس الهندسه، كل ده ما يمنعش ان هو قتل عادي جدا، لان القتل صعوبته على النفس الانسانيه انه يبقى بلا مبرر، لكن هو مش صعب، مش زي ما انتوا فاهمين يعني. فمجرد انك زرعت مبرر، ويا له من مبرر انك تنصر الله تعالى، والآيات تحس انها نازله على الواد نفسه مش على الصحابة ولا الرسول خالص، والكفار تحس ان القرآن بيشاور على دول، على الجيش والشرطة وعلينا وعلى الإصلاحيين وعلى الشعب، مش نازله على كفار مكة خالص. طبعا دي كوارث تراثية، لانها اطلقت الآيات، التفسيرات القديمة قالت الآيات دي متاح
الكفار كانوا دول، دول ماتوا، نقدر نخليهم دول ودول ودول عادي، الآية معانا والكفار مستمرين في العالم يعني سهلة. والمذاهب الأربعة القديمة، المرتد، تعالى أوريك المرتد، عد بقى. فالأوصاف انتقلت لينا، فالواد اللطيف الظريف اللي انت الأهل نفسهم مش دريانينه ممكن يقتل، لأ بيقتل، لأنه بيقولوا له أنت تقتل إلى الله تعالى دفاعا عن الله، أنت تقف على ثغر من الثغور. والكلام البائس ده اللي لسه بيتقال في البرامج والقنوات اللي هي هي اللي هي هي خلاص. فالأهل بيخلطوا بين التدين ده، ده الأهل مش الإخوانيين، بيخلطوا بين التدين وبين الإرهاب. ها رأيه لو لقاه بيقولوا الأب المفروض لو هو حصيف يعني ذكي يعني فهمان يعني، بس بيقولوا بعنف في المناقشة اللي في البيت لازم يقف له وقف. أقسم بالله إن الأب لو شاف العلامات دي وسابها أهون، مش أهون أبدا من إنه يسيب ابنه مدمن. يعني أنا عندي أب يتساهل، شوفوا بقى واصلة فين، مع ابنه لما تظهر عليه علامات الإدمان والحركات دي وبتاع ها مش يتساهل، لكن عندي رد فعله إنه يكون قد يكون سلبي أقل بكتير جدا من إنه يكون سلبي لما يلاقيه تدين. وخلي بالكوا كلمة تدين هنا مش معناها بقى إنسان كويس بيتبع تعاليم الإسلام، حتى الكلمة لغويا غلط. تدين يعني تفعل، يعني منظر، يعني شكل. لازم الأسر تقف وقفة أشد من الإدمان 100 مرة، وأي فساد بيطول الولد أو البنت لو لقاه عمل المناظر دي، لأن ده معناه إنه بداية إرهابي في البيت. أفحش بقى من كده ان الاب والام بينساقوا للتيار ده، بل بيكونوا مؤيدين ليه بعد كده ويقولوا له انت الصح وفعلا وربنا صح، وممكن يقلبوا افكارهم تبعه. فده المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مجتمع هش جدا، متغير و يعني متردد بين نقيضين جدا. الاهالي ما بتقومش بدورها نتاج لحاجات كتيرة، عدم الملاحظة، عدم المتابعة، أو الأهم إنه مش فارق، مش عارف يفرق بدقة بين ابنه بقى يعني بشكل ما كويس دينيا وبين التدين هذا الذي يفضي وعلامته بينه، إلى أن يكتشف فجأة إن ابنه إرهابي فيناصره ويقوله ماله الولد كان عنده بتاع والعقيدة وربنا، ويقف معاه لحد نهاية القصة زي بتوع هشام.